ابدا يا دكتور زي ما انتوا عايزين. انا يعني معجب جدا او يعني انتوا هنا توليفه وطني واخوان يعني تعيدان كل حاجه تعيدان يعني تعيدون الحزبين اللذين اسقطناهما يعني في 25 يناير وفي 30/6. انا 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 الحقيقه يعني اهتمام سياده النايب بحزب المصريين الاحرار وكل ما يتعلق بحزب المصريين الاحرار ان كان شؤون داخليه او خارجيه لحزب المصريين الاحرار يثير اعجابي الحقيقه، ولكن يعني يثير برضو استغرابي. يعني انا شايف انه اهتمام سياده النايب بحزب المصريين الاحرار لهذه الدرجه بالتاكيد يخلينا يعني نبص للحكاية بشكل مختلف. يعني يعني إيه الهدف من هذا الاهتمام الشديد بانتخابات الحزب الداخلية أو بتعيين البعض في المكتب السياسي أو بانتخاب البعض في المكتب السياسي؟ أنا بس حابب أقول حاجة مهمة، لأنه واضح أنه يوجد مشكلة في المعلومات. أنا آسف جدا أن أنا أنبه حضرتك لهذا، لأنه مسألة في غاية الأهمية. أنا مش عضو في المكتب السياسي، أنت رجل مهذب وأنا هرد عليك بنفس الأدب. أنا ما دخلتش المكتب السياسي، واضح أنها معلومة مغلوطة عند حضرتك في الورق اللي قدام سعادتك، لأنه مهم أن احنا يعني إذا كان هناك بعض المعلومات المغلوطة فبالتأكيد ده يشككنا في بعض المعلومات الأخرى. رد على الجرائد يا دكتور محمود. لا يا بيه، انا ما بردش على الجرائد، انا برد على حضرتك لان انا ما قريتش هذا. ما انا قريت الجريده. ما انا قريت الجرائد يا دكتور محمود. يا بيه انا مرجعي دلوقتي حضرتك والكلام اللي طلع من لسان حضرتك. انا الحقيقه اللي انا شايفه بهذا الشكل، لو احنا بنتكلم على حزب المصريين الاحرار وبنتكلم على انه ممكن يكون بوابه لدخول الاخوان والراديكاليين او الجهاديين زي ما الكلام اللي اتقال، انا الحقيقه بشوف ده يعني ممكن يندرج تحت بند الدعابة من ممدوح بيه، أو ممكن يكون في الجو المتوتر. لا مفيش دعابة هنا ولا هزار أمام التهمات. الجو السياسي المتوتر ده ممكن ده يكون حاجة لتلطيف هذا الجو المتوتر أو حاجة زي كده، لأن ده مسائل الحقيقة خارج عن نطاق العقل. يعني إحنا ما نقدرش نصدق إن حزب المصريين الأحرار. يمكن أنا بجيب من عندياتي. اتفضل يا وائل بيه. حزب المصريين دعابة من عندي يا دكتور محمود. يا معالي الرئيس انا ممكن انزل لك 90 جريده النهارده. انا ماليش دعوه، خلينا نرد على الاسماء. مش عايز نرد على الاسماء. هل الاسماء اللي هو قالها دي انا مساله الاسماء يعني انتوا عندكم في نجا حمادي؟ استاذ وائل، استاذ وائل، هذه الاسماء الحقيقه يعني انا مش قادر اقول لحضرتك ان انا عارفها او ان المهندس شهاب يعرفها. ما حد، احنا لغايه دلوقتي حزب المصريين الاحرار لم يعلن عن اي نائب محتمل ليه بشكل رسمي غير 6 نواب فقط لا غير. ففكره ان يكون هناك اسماء مطروحه او اسماء مرشحه او اسماء حدث معاها اي نوع من المقابلات او اسماء اعلنت انها ستخوض الانتخابات تحت رايه حزب المصريين الاحرار، اعتقد ان ده كل ده يندرج تحت بند التكهنات. انا الحقيقه يا سياده النايب ما سمعتش عن شخص زميلنا في حزب المصريين الاحرار اللي حضرتك بتقول عليه الامين المساعد اسمه محمد العدل، ما عندناش هذا الاسم. والله عندي الجرايد برضو انا مصري الجرايد. حضرتك هذه يعني انا دلوقتي لو احنا بنتكلم على ما رديتوش يا دكتور محمود بسمك. رد على مين يا فندم؟ ولا سمك رد على مين يا فندم؟ على الجريده. طب انا عايز اقدم يا اخي يا سيدي الفاضل، انا مش محتاجه اقدم البلاغ جايه بلاغ ولا اي حاجه. طب ما انا بسال اسم نجا حمادي. انا ما اعرفش اسماء نجا حمادي. انا عارف ان سيدي الفاضل حضرتك متبني اللي عملوها اللي كانوا هناك في ابن شقيق ابن شقيق عبد الرحيم الغول في الحزب الوطني. ده اللي مكتوب في الجرايد. طيب ده اللي مكتوب في الديار. طيب اللي مكتوب ده مش جايبه الاستاذ ممدوح من عنده. ماشي، انتوا العناوين عناوين الجرايد بتقول ايه؟ عصام خليل يمكن داعش والاخوان من حزب المصريين الاحرار، مصدر مطلع طلعت القواس يدير حزب ساويرس لضعف السكرتير العام، سكرتير عام قاد البلطجيه والمتشددين لتهجير الاقباط من قريه المنطقه خلال حكم المعزول، امين شباب الحزب باصوت نجل شقيق مؤسس الجماعه الاسلاميه. هذا اللي مكتوب هو من الاستاذ ممدوح. لا هل الاسماء دي انت يعني هل نخفيها تحت شعار اصل احنا لسه ما حددناش الاسماء ولا ده ملف استاذ وائل ده ملف ولا اكتشفتم ان هذه الاسماء بالفعل ليست على مستوى مبادئ الحزب فتفكرون في استبعادها؟ ده, يعني ده ملف مش معايا ومش مع المهندس شهاب، ده ملف لجنة الانتخابات، ولجنة الانتخابات زي ما بقول لحضرتك لغاية دلوقتي ما نقدرش نقول بحال من الأحوال إذا كان هناك أسماء بعينها هي اللي هتنزل أو تخوض الانتخابات تحت راية حزب المصريين الأحرار ولا لأ. ففكرة أنه هذه التكهنات، ما أنا مش عايزك أنت لو نفيت نفيا مطلقا والمشاهد لقى أن الأسماء دي اللي هم قالوها بالفعل تمثلكم في الانتخابات. لا انا ما بنفيش ولا انا مش بنفي ولا باكد يا استاذ وائل، هو السؤال بس الاهم، هل احنا النهارده دلوقتي
الأستاذ ممدوح والأستاذ ماجد، فكرة إن هم متبنيين موقف هذه الجريدة، أنا مش فاهم برضو ده. لا يعني ما هو ما ممكن ما يكون دافعهما دكتور محمود، إما أن يكون دافعهما الغيرة على حزب يمثل تيارا مدنيا قويا نحتاج إليه طبعاً في حياتنا السياسية في مواجهة الإخوان، أو يكون الدافع أن الإخوان جندوهم لتشويه الحزب. ممكن. لا 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 يعني لا أظن بحال من الأحوال. دكتور محمود من الآخر إحنا بنحب نجيب من الآخر. طيب أنا بنحب نجيب وما كناش نحب أن نجيب بعد ما يصرف الملايين دي تطلع الحزب يضربه في مقتل. طيب